الطبيعة كابتن إيهاب في أي فرقة في الدنيا بتفقد مجموعة من اللاعبين، الفرقة الكبيرة أنا أتكلم على الأهلي مثلا، أتكلم على الزمالك لما يخسر حد زي إيفونا، لما يخسر حد زي رمضان صبحي، تريزيجيه يقعد فترة بيعاني أو يشتكي. عمرو بركات، دونجا، فكرني بقى لو في أسماء وقعت مني، حسني فتحي، ميدو جابر، عمر النجدي، دول خمسة. معلش أنا ما أقصدش حاجة، بس الفرقة زي فرقة مصر مقصة تكسر ظهر أي فرقة. دي حقيقة، هم لعيبة يعني ممتازة وجيدة جدا، وإحنا متعودين على الكلام ده بقالنا موسمين. لكن في حاجة تانية غير توفيق ربنا، إن السنة دي العدد اللي جه قدام، إحنا جبنا الشيخ وعبد الظاهر وفافي وإيريك مع ان انا بكوفة، فخلوا الشيخ بس هو اللي معروف، فوافي ما كانش معروف. فوافي لعب دايما في بطولة افريقيا وفي شباب قسنطينة واحرز فينا هدف هنا، وشفناه في الماتشين وقررنا ان احنا ناخده. ربنا خدمنا ان الجزائر شالت كل المحترفين، فاحنا خدناه فري. طيب ودي طبعا ما كانتش في الحسبان. إيريك من اسوان ودفعنا شرط جزائي وخدناه، وشايفينه من اول الموسم برضه، وهو مأدي أداء ممتاز. يعني هو يعني دخل بدري أكثر ما أنا كنت متوقع، يعني كنت متوقع له لسه شوية. الموسم انتهى كابتن، ما كنتش قلقان، ما كنتش خايف؟ يا جماعة انتوا التجربة بتبوظ مني، يعني أنا عامل شغل كويس. أي نعم المقاصة تعرضت لشوية يعني مشاكل في نهاية الموسم، وده كان وضعية طبيعية لأنه تقريبا نص فرقتك الناس بتتكلم معاها، الأهلي والزمالك، وده قادر يشتت أي تفكير أي لعيب يعني. لكن ما خوفتش على التجربة نفسها، تجربتك انت بقى الشخصية اللي انت بتعملها ونجاحك انه هيضيع من ايديك بسبب انه في لعيبة اصبحت مجبر على تركها؟ والله دي حقيقة في بعض الاوقات، لان انا يعني حصل لي زي يعني انا زعلت جدا الموسم اللي فات ان احنا خرجنا من بطولة افريقيا. كنت اامل ان انا الفريق يعمل فيها حاجة اكثر من الناس كانت متخيلها، وكنا يعني بصدد نعمل الكلام ده. لعبنا 4 مباريات يعني 8، خرجنا 3 فرق من الفرق اللي تعتبر كبيرة، أهلي طرابلس تعادلنا 0-0 هناك، وجينا هنا في آخر 5 دقايق تعادلنا 1-1 وخرجنا. فدي عملت لي أنا شوية، كنت حاجة أأمل إن أنا الفرقة تقدر تكمل فيها، وخصوصا إن أنا كان عندي عدد من اللعيبة ما قدرتش أيدهم في أفريقيا لأسباب مختلفة. لكن انا بقول ان الموسم اللي فات في 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 اداء الكوره، في اداء الفرقه، كان احسن بكتير من الموسم الاولاني اللي احنا طلعنا فيه الرابع. كان عدم توفيق كبير طبعا، عدم التوفيق ده ما بنقولش ان هو بيبقى يعني لازم هيبقى مننا في سبب، يعني ما ربنا برضو ما يوفق او بيحصل عدم توفيق بيبقى سبب مننا احنا شخصيا، سواء لعيبه او جهاز وكده. لكن انا كنت راضي جدا عن ده، اللعيبه حتى في اخر الموسم خسرنا عدد الماتشات احنا افضل بكتير من الفرق التانية. السنه دي كنت يعني حاطط ان انا نبتدي بهدوء شويه، لكن ما كنتش قلقان لان كنا فوافي جايبينه من يعني متعاقدين معاه من فتره، شايفه كويس، وإيريك كنا تعاقدنا، يعني اغلبيه اللعيبه اللي كانت جايه بدري ما عدا الشيخ وعبد الظاهر، هم جم متاخر. فكان لسه في ايدي ميدو، وانا اشترطت ان هو ما يمشيش الا لما يجي، والشيخ برضه السنه اللي قبليها انا اشترطت انه ما يمشيش، بس لما جه الارقام الكبيره دي ما اقدرش اقول للنادي يعني 10 او 8 مليون او 9 مليون وما تبيعش، لان في الاول والاخر دي حاجه جيده جدا للنادي، وفي بعض اللعيبه تقدر تعوضها، وبعض اللعيبه ان ربنا يخدمك ان ميدو يمشي من عندك، ميدو من اللعيبه الكبار. يجي لك الشيخ يعمل انا كنت متوقع الشيخ يقعد 10 ماتشات عشان يقدر يعني يرجع تاني، الحمد لله ربنا كرمه من اول ماتش وهو بيجتهد واللعيبه كلها تجتهد.